اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اتكلمنا عن الاستعدادات والامور التنظيميه واللوجستيه واستقبال الفرق خلال الفتره القادمه، وعشنا الاحداث من خلال الاستاذ رجائي فتحي، لكن عايزين نطمن بقى على رابطه المشجعين، وعايزين نعرف ايه المفاجات اللي ممكن تتحضر خلال الساعات اللي جايه فور وصول البعثه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. لذلك في هذه اللحظات انا بطير الى الدوحه مع سياده المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه في ظهور لاول مره عبر شاشه قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الترتيبات لاستقبال الوفود والبعثه الرسميه وايضا كمان التشجيع في المباريات الرسميه. معالي المستشار اهلا بحضرتك ومنور شاشه قناه الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك، واولا شرف كبير ليا ان انا اكون موجود لاول مره قناه بيتنا الكبير، وشرف كمان ان انا اكون موجود مع حضرتك، وربنا يخليك يا رب، ويا رب دايما من تقدم لتقدم ان شاء الله. طيب هيبقى عليكم دور كبير قوي الفتره الجايه، لان دايما النادي الاهلي الحمد لله شعبيته جارفه وشعبيه كبيره، لكن في تحدي كاس العالم للانديه في قطر، وجماهير النادي الاهلي والجماهير العربيه الحمد لله شعبيه الاهلي كبيره، فهيبقى ده ظاهر من خلال صوت وصوره بقى في المباريات وفي استقبال البعثه. اخر الترتيبات لكل هذه الاجراءات خلال الايام الجايه ان شاء الله هتمشي ازاي؟ محمد فعلا انت قلت كلمه تحدي، واحنا قبلنا التحدي والحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نوصل رساله لكل جماهير الاهلي على مستوى العالم ان جماهير الاهلي في قطر موجوده، جماهير الاهلي في قطر هتسنده، الفريق النادي الاهلي هيكون موجود هنا كانه بيلعب في استاد القاهره ان شاء الله بامر الله. طبعا زي ما حضرتك عارف يا محمد انه العالم كله بيمر دلوقتي بظروف استثنائيه بسبب ظروف كورونا، لكن احنا من اللحظه الاولى، من لحظه فوزنا بالتاسعه، بدانا بالتواصل بشكل مباشر مع اللجنه المنظمه للبطوله، وكان في تعاون منقطع النظير بصراحه وترحيب وفرحه، يعني دي الحاجه الملموسه جدا، الكل فرحان بالاهلي. ما يليق بالاهلي لا يليق بغيره يا محمد. فعلا ده احنا لمسناه من الجميع، اللجنه المنظمه بتحاول تسهل لنا كل الاشياء المطلوبه للجماهير في ظل المتاح من اجراءات احترازيه. الجماهير هنا المصريه والاهلاويه اللي موجوده بصراحه كله في حاله انكار للذات مش طبيعيه، على كله عاوز يساهم، كله عاوز يشارك، كله في انتظار فريقنا ان هو يشرفنا ان شاء الله بامر الله علشان نخوض هذا التحدي، وان شاء الله بامر الله احنا زي ما قلنا القاضيه ممكن بنقول المونديال كمان ممكن ان شاء الله.